أفضل أهداف اللاعبين في ظهورهم الأول 2022-2023. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. كثيرة هي الانتقالات التي تحدث في عالم كرة القدم والتعاقدات التي تعلن عنها الأندية، سواء بتعاقد مع لاعب جديد أو حتى حارس جديد أو مدافع جديد، ولكن في هذا الفيديو لن نركز على شيء سوى الأهداف والنتائج التي يقدمونها مع فرقهم. لذا سنشاهد معا أفضل أهداف اللاعبين في ظهورهم الأول 2022-2023. لنبدأ. بداية مع اللاعب الويلزي جارث بيل وأول هدف سجله في الدوري الأمريكي، فيمكنكم أن تتابعوا كيف راوغ المدافع وبطريقة ولا أروع سدد الكرة على يمين حارس المرمى ليكتب قصة جديدة في الدوري الأمريكي. هنا اللاعب ألفاريز مع فريق مانشستر سيتي، فتابعوا كيف وصلت إليه الكرة ليقوم بضربها في الحارس ويرجع إليه فتفلت من الحارس بهذا الشكل، فتأتي إلى اللاعب ألفاريز الذي وضعها في شباك ليفربول، وبعد العودة إلى الفار تم احتسابه هدفا بالطبع. لنتابع هنا بعد انتقال رحيم ستيرلينج أول الأهداف التي سجلها مع فريق تشيلسي، فيمكنكم أن تشاهدوا هذا الهدف الأول والذي كان من ركلة ترجيحية سجلها بنجاح على يمين حارس المرمى هذا. وفي المباراة التي تليها والتي كانت مباراة ودية، تابعوا كيف تقدم وداخل منطقة الجزاء ضرب الكرة بالحارس لترتطم به الكرة ثم ترتفع وتدخل إلى الشباك. لنشاهد هنا أول أهداف المدافع ماتياس ديليخت، فبإمكانكم أن تشاهدوا هذه الركنية التي أتت على رأس مولر لتغير اتجاهها وتصل إلى ديليخت الذي سددها على الطائر وسجل هذا الهدف الخرافي. لنشاهد معا أول أهداف اللاعب رافينيا مع برشلونة، والذي كان في مباراة ودية ضد فريق ميامي، وشاهدوا كيف وصلت إليه الكرة ليضعها على الطائر بشكل مميز على يمين حارس المرمى. يبدو أن جابرييل خيسوس انفجر بشكل كبير مع أرسنال، فيمكنكم أن تشاهدوا هذه التمريرة التي وصلت إلى زميله ثم قام زميله بإرجاع الكرة إليه ليضعها في الشباك مباشرة، وهنا تمريرة من زميله للهدف الثاني، فشاهدوا جابرييل خيسوس ولبسته الرائعة وكيف سجل هذا الهدف الجميل. لنشاهد معا أول أهداف روبرت ليفاندوفسكي أمام فريق بوماس، فيمكنكم أن تتابعوا كيف وصلت إليه التمريرة ليقوم بتثبيت الحارس الذي خرج من مرماه، ومن ثم في هذه الزاوية الضيقة يسجل هذا الهدف الرائع. هنا اللاعب الهولندي تشافي سيمونز والذي انتقل إلى فريق بيزفي أيدنهوفن، فشاهدوا كيف يبدع ويتألق بمراوغة اللاعبين ثم يمرر الكرة إلى زميله فيرجعها إليه في العمق ثم يراوغ الحارس ويسجل هذا الهدف الإبداعي. هنا أول أهداف اللاعب أديمي مع فريق بروسيا دورتموند والذي كان أمام فريق ليفركوزن، فبإمكانكم أن تشاهدوا كيف وصلت إليه الكرة ليقوم بتسديدها فيصدها الحارس، لكن الكرة أكملت طريقها نحو الشباك كما تشاهدون. لنتابع معا الأهداف الأولى للاعب ساديو ماني مع فريق بايرن ميونخ بعد انتقاله من ليفربول إلى بايرن، فأتى الهدف الأول في مباراة ودية ضد فريق دي سي يونايتد، والذي جاء من ركلة جزاء نفذها ساديو ماني بطريقة إبداعية. أما الهدف الثاني لساديو ماني مع بايرن والذي جاء في السوبر الألماني أمام إربي لايبزيغ، فيمكنكم أن تتابعوا كيف وصلت إليه الكرة ليضعها في الشباك. وهنا الهدف الثالث في البوندسليغا، فيمكنكم أن تتابعوا هذه التمريرة الرائعة لهذا اللاعب الذي رفع الكرة بهذا الشكل في الهواء فنزلت على رأس ساديو ماني هدفا إبداعيا.
أما هنا لنشاهد البداية الرائعة للاعب داروين نونيز والذي سجل أهدافا عديدة لفريق ليفربول رغم بدايته البسيطة معهم. فلنشاهد هذا الهدف الذي سجله على فريق فولهام، وبعد أن وصلته هذه التمريرة قام بتغيير اتجاهها بالكعب بشكل إبداعي ورائع. أما هنا لنشاهد أهدافه الرباعية والتي سجلها في مرمى سالزبورغ، فيمكنكم أن تتابعوا الهدف الأول والذي جاء من ركلة جزاء مميزة. أما الهدف الثاني جاء عن طريق تمريرة من محمد صلاح لداروين نونيز ليضع الكرة بهذا الشكل على يمين حارس المرمى. أما الهدف الثالث والذي جاء منه الهاتريك الرائع والمميز للاعب داروين نونيز، يمكنكم أن تتابعوا كيف سجله عن طريق اختراق الدفاع، فيمرر زميله له زاحفة أرضية بهذا الشكل ليقوم نونيز بوضع قدمه وتسجيل الهاتريك الرائع له. أما هدف السوبر هاتريك فجاء عن طريق هذا الهجوم المميز والذي به تقدم لاعبي ليفربول ومنهم نونيز، ليقوم الأخير بتسديد الكرة بطريقة إبداعية لكنها ترتطم في الحارس وتكمل طريقها إلى الشباك. أما هنا في هذه المباراة في الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وفريق ليفربول، شاهدوا كيف سجل هدف الفوز لفريق ليفربول بهذه الرأسية المتقنة بعد أن وصلته التمريرة من زميله. أما هنا لنشاهد البداية المميزة للاعب إيرلينغ هالاند مع فريقه الجديد مانشستر سيتي، فتابعوا هنا كيف تقدم وحصل على تمريرة من زميله ليضع أول الأهداف في شباك ويستهام، لكن الحارس قام بعرقلته لتحتسب ركلة جزاء يقوم بتنفيذها إيرلينغ هالاند باقتدار ويضعها على يمين حارس المرمى بشكل مميز. أما شريط الأهداف فلم يقفل بعد، لأنه حصل على تمريرة إبداعية بهذا الشكل ليتقدم هالاند ويضع الكرة على يمين الحارس بطريقة احترافية ورائعة، فشاهدوا هذا الهدف الجميل. أما هنا وأمام فريق بايرن لنتابع كيف وصلت الكرة إلى غليريش ليقوم بتمريرها بسرعة بعد أن استلمها من دي بروين، ليقوم هالاند بوضع قدمه ويسجل هذا الهدف الإبداعي.